بشغف وتلهف كبيرين تسارع خطاها نحو القاعة، طموحها أن تكون كاتبة سيناريو من الدرجة الأولى. أشجان العجيلي حضرت إلى هنا لنفس الغاية وجعلت من التدريب وسيلة لتحقيق ذلك الطموح. هي أحد المشاركين في البرنامج التدريبي كلمتين على بعض، وهي الأصغر سنا من بينهم. أطمح لأخرج من هذه الدورة وأنا متمكنة من معرفة كيفية السيناريو والمقال، لأن اهتمامي يصب في هذا المجال. من ناحية القصة، أنا كأكتب قصص وقصيصات وخواطر وإلى ما ذلك. 20 متدربا ومتدربة إلى جانب أشجان من محافظات مختلفة يتعلمون مهارات الكتابة للمسرح والسيناريو ومعايير القصة، إضافة للتحقيقات والمقالات وغيرها من المهارات الأخرى. هناك مشاركين من سقطرة، مشاركين من المهرة، من شبوة، ومن حضرموت واديا وساحلا. طبعا الهدف من هذه الدورة جمع جميع الكتاب الذين هم غالبا إما مبتدئين تماما، يعني لديهم الهواية والرغبة بتطوير أنفسهم، أو من هم محترفين لكن في مجال واحد. استفدت من الدورة كيفية الكتابة الاحترافية، والدورة تفيدني كثير، في خاصة أنني إعلامي وأكتب الأخبار، لكن الدورة تتخصص أيضا في المقال، في كتابة الروايات، والدورة مهمة جدا جدا، وأسعد جدا بهذه الفرصة وحصولي على هذه الدورة. بنتعلم إن شاء الله كتابة المقالات الصحفية اللي تكلم عنها الأستاذ، والمقالات الكتابية الأدبية، وبنطور من مهاراتنا الأدبية، و سعدت بالتعرف على المبدعين هنا، بنستفيد من بعض إن شاء الله. يأمل القائمون على هذا البرنامج أن يسهم في إخراج كوكبة من الكتاب في العديد من المجالات، خاصة الأدبية والإعلامية. لقناة الغد المشرق محسن بالبحيث، المكلا.